أن موقع الكنيسة المرقسية بالإسكندرية هو نفسه بيت إنيانوس الذي حوله إلى كنيسة بعد أن تعمد هو وأسرته على يد القديس مير مرقس الرسول. واستخدمت الكنيسة المرقسية بالإسكندرية للصلاة لأول مرة حوالي عام 62 ميلادية مع دخول المسيحية إلى مصر. وقد تعرضت تلك الكنيسة للتخريب وإعادة البناء لمرات عديدة على مدار القرون الطويلة. يذكر لنا عام 311 ميلادية أن الكنيسة المرقسية بالإسكندرية كانت عبارة عن مقصورة صغيرة للعبادة على ساحل الميناء الشرقي، وكان فيها جسد مار مرقس الرسول وبعض خلفائه الأطهار. وشهد عام 680 ميلادية قيام البابا يوحنا السمنودي البطريرك الأربعين بإعادة بناء الكنيسة بعد أن نالها تدمير شديد في القرن السادس. وفي عام 1219 ميلادية هدمت الكنيسة مرة أخرى أثناء الحروب الصليبية، وتم إعادة بنائها لتهدم مرة أخرى في عام 1798 ميلادية أثناء دخول الحملة الفرنسية إلى الإسكندرية، لتقف مرة أخرى بيد البابا بطرس الجولي عام 1819 ميلادية. وفي عهد محمد علي باشا والبابا ديمتريوس الثاني تم تجديد الكنيسة لتكون على طراز القباب المحمولة على ستة أعمدة رخامية. وفي عهد البابا يوساب الثاني تم هدم مبنى الكنيسة بعد أن صار آيلاً للسقوط، وتم إعادة بنائها مرة أخرى على الطراز البازيليكي ليقوم البابا يوساب الثاني بافتتاح الكاتدرائية الجديدة عام 1952. وبين عامي 1985 و 1990 ميلادية تم توسيع الكنيسة من الجهة الغربية على نفس الطراز السابق بكل دقة، مع الاحتفاظ بالمنارتين في أماكنهما، فتضاعفت المساحة الكلية للكنيسة لتصبح واحدة من أضخم الكنائس في أفريقيا والشرق الأوسط، إذ تحتوي على 7 مذابح وتسع لحوالي 3000 مصلي.